جديد وصلنا لفقرتنا الطبية. كثير في أشخاص بتعاني من مشاكل بالفم والأسنان إن كانوا كبار بالعمر أو صغار، وما بيعرفوا شو هي الطريقة الصحيحة للاعتناء بصحة الفم وللوقاية من هالأمراض. صحيح يا ماري، أمراض الفم والأسنان واللثة كثيرة وعلاجها صعب، وبكثير أوقات بيكون مكلف وممكن تصيب أي شخص، وكثير من الناس بتلاقي صعوبة أو ما بتعرف كيف تعتني بصحة الفم. لنعرف أكثر عن هالموضوع معنا اليوم الدكتورة الأسنان لينا يزبك لتحكي لنا أكثر وتشرح لنا. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيكم. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك. نورتينا. خلينا نحكي عن الأمراض الأكثر شيوعاً يلي بتصيب الفم. هلأ نحن عنا أمراض كتيرة بتصيب الفم والأسنان، يعني هي بتصيب النسج الرخوة اللي هي لسة، شفاه، باطن الفم، اللسان، وفي عنا النسج القاسية اللي هي بنقصد فيها الأسنان. ومثل ما قالت أميلي إنه هو يعني من الأمراض المكلفة، يعني يعتبر بحسب تقرير منظمة الصحة العالمية بال2003 طلع هو رابع مرض مكلف علاجيا بالدول الصناعية، فما بالك بالدول الفقيرة يعني، وهي بتزداد طبعا كل ما عند كبار السن وعند الأطفال والأقل مناعة. في ألم بيصير أو في ضرر أو مرض بيصير بيصيب الفم، هو بيكون مؤلم جدا اللي هو القلاع الفموي، مؤلم ولا نعرف مصدره، يعني مرات بيكون مصدره من المعدة، مصدره من الأسنان، مصدره من الفم، كيف ممكن أتجنبه وشو هي أسبابه عامة؟ هلأ هو القلاع هو من أحد أسباب الأمراض اللي بتصيب الفم اللي هي كثيرة يلي لسا هلا أنا بدي أرجع أحكي فيها، من بيناتها هي القلاع اللي بتصيب النسج الرخوة. طبعا هلا القلاع السبب في عنا أسباب معروفة وفي عنا أسباب مجهولة. الأسباب المجهولة تبع اللي هي بتترافق مع الشدة النفسية يلي هو بيعمل خلل بالجهاز المناعي، وأي شيء بيعمل خلل بالجهاز المناعي يلي هو بيخلي الفلورا الطبيعية في بكتيريا متعايشة بالفم، فهي هي بتكون طبيعية غير مؤذية بالحالات الطبيعية. لما بيصير في عنا خلل مناعي بتزيد الفطريات وبيزيد عدد البكتيريا الضارة على حساب المفيدة، فبيعملنا عدد من الأمراض من بيناتها القلاع اللي هي بسببه الفطريات إذا كان كسبب عضوي معروف شو هو. طبعا في أوقات يكون من المعدة ارتجاع المرئي بيعمل أكلات معينة اللي هي مثل المقالي، البهارات، التوابل الكتيرة، مثل ما قلنا كمان اللي المرضى اللي بيرتدوا مثلا أطقم بدلات خف كتير استعمالها، بس إنه هي على البدلات كتير بيعمل قلع خاصة بالفترة الأولى من التجريب، أو إذا كان هذا الجهاز غير مناسب لفم المريض فبيعمل هذا الشيء. وعنا كمان العدوى، يعني العدوى بالفطور استخدام شيء لشخص آخر أو تناول نفس المعلقة أسنان أو شيء إذا كانت بالمرحلة الحادة إنه ممكن هيدا الفوات تنتقل. تمام، خليني أرجع أنا وأنت لسؤالنا الأول وبس نعرف شو هي الأمراض اللي ممكن تصيب اليوم الفم غير القلاعات. إيه هنا أشهر شيء هي التسوس الأسنان اللي بيصيب الأسنان، هو تسوس الأسنان يلي طبعا بينتج عن البكتيريا. نحن بناكل سكر، هذا السكر بيغذي بكتيريا معينة بالفم، هاي البكتيريا بتنتج أحماض، هذا الحموض بيعمل تآكل بطبقة المينا وبيستمر بقى النخر بين المينا عاج لب، يلو إذا وصل للب بيصير في عنا شيء اسمه التهاب لب، هذا مرض تاني، أو ممكن يعمل خراج إذا كان ما تعالج صار مزمن وما تعالج. تمام. وفي عنا التهابات لسة، التهابات الأنسجة الداعمة، الخراجات مثل ما قلنا، هاي هي الأمراض الأكثر شيوعاً يعني. وعنا من ضمن هاي المشاكل والأمراض هي رائحة الفم الكريهة يلي كتير أشخاص بيعانوا منها وبيحاولوا يلاقوا لها حلول مثل الغسول، مثل المسكة كل الوقت، أو بتلاقيهم عم يفرشوا أسنانهم كل الوقت، بس هاد ممكن يكون حل مؤقت. شو هو الحل الجذري لهي القصة؟ هلأ هي بصراحة ريحة الفم، رائحة الفم الكريهة هي عرض وليس مرض، يعني هي عرض لمرض ثاني بيكون مثلا ممكن يكون جفاف الفم، ممكن تناول أدوية معينة أو أطعمة معينة، يعني مثل اللي بياكل ثوم وبصل يعني أكيد رح يطلع له ريحة فم، مرافق لأمراض معينة مثل السكر أو في انتانات كبدية أو أمراض بالكلى. كيف لازم يعرف شو كيف بده يعرف أنا شو السبب الرئيسي؟ هلا بده علاج، يعني أكيد بده استشارة طبيب عودة للطبيب لحتى يعرف. هو في شغلة كتير بيسألوني عنها إنه إحنا كيف نعرف إنه في رائحة فم؟ هلا هي رائحة الفم بده يتبين، لا ممكن من وش اللي قدامك، الخلايا الشمية من وش اللي قدامك بتعرف، من وش اللي قدامك بيعرف، الخلايا الشمية للشخص بيعتاد عليها فممكن ما يعرف يميز إنه هو إذا له رائحة فم ولا لا. ففي طريقة صغيرة فينا نعملها هي إنه الواحد يلعب أو يلحس من طرف إيده ويتركها تقريبا شي 3 لـ5 ثواني بشمها، إذا كانت ريحتها بشعة فهو هي نفس الريحة اللي طالعة من الفم.
هاي طريقة، هاي طريقة معينة أعطيناكم يعني هيدا. طيب في غسولات غسولات فموية علكة شغلات معينة بيستخدموها، أنواع معجين أسنان كمان علاجية طبية حصرا ممكن تخفف، هل هي ممكن تكون علاجية ولا هي حل مؤقت؟ بدنا نعرف السبب، يعني أول شيء بدنا نلغي السبب يلي مسبب هيدا رائحة الفم، إنه هو سبب ميكانيكي مثلا، إنه في ممكن أوقات يكون التيجان التلبيسات يلي على الأسنان هي تكون خاطئة أو قصيرة طويلة، بدنا نقوم بتغييرها، بيكون مثلا سبب لسوي عنا التهاب أو احتقان باللسة، اللويحة البلاك الموجود يلي ما او تدني العنايه الفمويه، يعني في اذا واحد ما بيفرش اسنانه فاكيد بده يطلع له ريحه طبعا. يعني هذا الشيء اذا الواحد عمل زيارات منتظمه لعيادات الاسنان بيعرف بقى شو الغلط اللي عنده وشو العطل اللي صاير، صح ولا صح؟ لا طب انت بتنصحينا بهذا الموضوع؟ اكيد، يعني نحن اقل شيء لازم يكون في زياره كل 6 شهور مرتين بالسنه لطبيب الاسنان، لانه ليتعلم يعني الوقايه خير من قنطار علاج. كمان كثر العنايه بيؤدي لاسف. تمام، راح احكي شيء هذا الموضوع، انه اول شيء نحن بدنا نعرف كيف نفرش اسناننا، يعني هو ضروري انه الواحد يفرش اسنانه مرتين بالنهار على الاقل، يكون او بعد كل وجبه اكل، نستخدم الغسول. هلا وقتنا نفرش اسناننا شو الوقت؟ ما يكون مباشره بعد الطعام، هي نقطة كتير مهمة، في عالم بيروح بيفرشوا سنانهم فورا بعد الأكل، هذا لا، لأنه إذا كان في الأكل ممكن يكون في حوامض إنه بيزيد تآكل المينا، فنحن الأفضل ننطر من 30 دقيقة أو أكثر شوي ما في مشكلة. حتى الغسول المضمضة اللي بنستخدمها نستخدمها كمان بعد ما نفرش سناننا كمان بشي نص ساعة كمان مو فورا أو ربع ساعة على الأقل، لحتى نحافظ على الفلورايد الموجود بمعجون السنان على سناننا. بعدين نستخدم الخيط السني اللي هو مرة باليوم على الأقل قبل النوم، مشان الفراغات اللي بين الأسنان اللي هي الفرشاية العادية بتعجز إنه تشيل هيدا الطعام وتعمل تخمرات، والزيارة الدورية مشان نكشف عن إذا في مرض أو تسوس أو أي شيء موجود أو طبقة البلاك. نوصل للسبب، نوصل للجوهر. ممكن يكون في عادات نحن عم نعملها وما نا منتبهين عليها ممكن تأثر وتزيد الحالة المرضية أو حال رائحة الفم الكريهة. هلا بالنسبه لرائحه الفم انه عادات معينه هي بترتبط اكثر شيء بالاكل، يعني اذا نظام غذائي معين والاعتناء، يعني الاعتناء المضبوط بصحه الفم. خصوصا معنا ثقافه التشيك، يعني بتلاقينا رايحين اسعاف لعند دكتور الاسنان بس لانه عم يوجعنا. تماما، هو الغالب انه يعني بيقولوا، يعني انا هلا اغلب مرضاي مثلا بيقولوا احنا كثير بنكره طبيب الاسنان، ما بنكره هيك لك بس بنكره طبيب الاسنان. الوجع الوجع بيكون مؤلم فبنحاول نهرب منه قد ما نقدر. تمام، لانه دائما بيلجا المريض لعياده طبيب الاسنان وقت يكون كثير موجوع، اما لو في هي ثقافه التشيك قبل انه انا كل 6 شهور روح نظف اسناني شيك عليهم في مشكله عالية. فساعتها أنا ما عاد بضطر أنا أقعد على كرسي الأسنان وأنا متوجع. صح، نحن بنتشكرك كثير على وقتك وعلى كل المعلومات المهمة اللي أعطيتينا إياها، ونتمنى من الكل كمان يكونوا بصحة وخير وسلامة. يسعد صباحك. ميرسي لك ويعطيكم ألف عافية. شكرا.